وهران المعهودة بنشاطها تشهد هذه الأيام حركية إضافية تتزايد يوما بعد يوم. اللافتات والإعلانات في كل الجهات، الطرقات تعج بالمرة والسيارات. تواجدك يشعرك بأن الأمر ليس عاديا، فالمدينة بدأت التحضيرات لاستقبال زوارها. في حركة اقتصادية، حركة تجارية، فيها زيارة لوفود أجنبية، فيها زيارة جزائريين اللي راح يرافقوا هذا الألعاب سواء كرياضيين أو كصحفيين أو كمواطنين بسطاء اللي راح يتابعوا هذا الأحداث. إنجازات اللي قمنا بها ما رايحش غدوة بعد الألعاب هذه احنا غلقوها، لا، راح تبقى محج أو مزار للرياضيين الجزائريين والأجانب، رايح يخلق حوله عملية اقتصادية وتجارية اللي تعود على وهران وعلى الجزائر بالفائدة. الفنادق، المطاعم، المحلات التجارية وكل المؤسسات الخدماتية تستعد لاستقبال زوار البهية الذين سيتوافدون لمتابعة الحدث المتوسطي واغتنام الفرصة للترويح عن النفس. هي مدينة وهران يعني شابة بزاف، والألعاب الأولمبية تحسنت أكثر وأكثر إن شاء الله بإذن الله. قاعد موجودين لها كخدمة سياحة، كل شيء رامي وجده. ستكون لنا الفرصة باستقبال المشاركين الأجانب القادمين من عدة دول، ونتمناها سانحة لتحسين صورة الفندق بداية على المستوى الوطني من خلال السياحة الداخلية، وكذلك على الصعيد الدولي، وبشكل خاص على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط. سكان عاصمة الغرب بدورهم ينتظرون المحفل الرياضي لمعايشة الحدث من جهة، ورسم أجمل صور الكرم وحسن الضيافة من جهة أخرى. حنا نتوقعوا لو ميور بور لاجيري و كو لي زون كي فون فينير ايسي يدوا علينا نظرة مليحة، ماذا بينا حنايا يسخون ساتيسفي دو لوغ ديبلاسمون دو لوغ فوني ايسي ان اوران. تستعد وهران على قدم وساق لاستقبال الرياضيين والوفود المشاركة، وعلى الجانب الآخر ينتظر أهلها موعد 25 جوان ليثبتوا للعالم أن الجزائر بلد الرياضة والسلام والتعايش.